حرب الآخرين رواية جديدة للكاتب عبد الحميد الهوتا ترى النور مؤخرا بعد صدورها عن دار النشر أبعاد متوسطية بطنجة. الرواية الجديدة تتناول أحداثا متشعبة ومعقدة من الحرب الأهلية في إسبانيا بين سنتي 36-900 و39-900 انطلاقا من تجربة شخصية لمواطن مغربي كان ضمن جيش الريغولاريس التابع لجيش الجنرال فرانكو يصور خبايا الحرب ويحكي عن أهوالها. وحسب عدد من النقاد فإن الرواية نجحت بمقاربتها النقدية في توظيف أحداث تاريخية جرت فصولها بإسبانيا في النصف الأول من القرن العشرين، وحاولت بطريقة روائية مشوقة الإحاطة بالحرب الأهلية الإسبانية والصراع الدائر حينذاك بين قوات فرانكو وقوات الروخوس من جهة ومعاناة الناس من جهة أخرى. وفي تصريح له عقب صدور الرواية أكد مؤلفها أنه اعتمد في هذا العمل على حكي والده أي أحمد الشخصية المحورية في الرواية، والذي نقل الأحداث من زاويته الخاصة كما عاش تفاصيلها، إضافة إلى سرديات لا تخلو من خيال يمتزج فيها الخوف بالآمال. صاحب الرواية عبد الحميد الهوتا مهندس زراعي من مواليد مدينة أصيلة سنة 55-900، نشأ في مدينة القصر الكبير حيث تابع دراسته الابتدائية والإعدادية، ومنها انتقل إلى مدينة العرائش لينهي دراسته الثانوية. انشغل في وقت مبكر بالأدب والفلسفة، ثم عمل موظفا في سلك الإدارة العمومية قبل أن يتفرغ لميدان الصحافة ومجال الكتابة بمدينة طنجة.